صباح الأنوار مشاهدين لكم وين ما تشاهدون، تشاهدون شاشة تلفزيون قطر من برنامجكم الصباح اليومي في الضحى. نخص بالتصبيح كل أمهاتنا اللي قاعدين يشاهدون اليوم من وراء هذه الشاشة، وأيضا زملائي اللي قاعدين يشاهدون من وراء الكواليس، وبعد عيالنا طلابنا ما ننساهم، بعد نصبح عليهم بالخير. وزميلي اللي راح يشاركني تقديم حلقة هذا اليوم عبد الرحمن العمادي، صباحك خير وصباحك سعادة يا عبد الرحمن. صباحك الله بالنور زميلة شيخة، وأيضا أكيد نصبح على السادة المشاهدين وين ما يتابعونا على شاشة تلفزيون قطر، طبعا في برنامجكم اليوم اللي يأتيكم بمواضيع مختلفة ومتنوعة. طبعا مثل ما عودناكم احنا دائما في بداية كل حلقة نتكلم في موضوع، طبعا الموضوع اللي اخترنا لكم اياه اليوم عن الإيجابيات اللي كانت في أزمة كورونا، طبعا من بداية الأزمة لحد الحين. طبعا كثير من الإيجابيات شيخ اللي شفناها والتمسناها طبعا من بداية الأزمة، فشنو هي الإيجابيات اللي انت تشوفينها في هذه الأزمة؟ والله شوف انا برد اسالك السؤال هذا مره ثانيه عشان يعني هذه اشوف ايش الايجابيات اللي عندكم انتم كشباب. يمكن احنا صدق نحن في وضع استثنائي من عام 2020 الى 21، وان شاء الله ما يطول هذا الوضع الاستثنائي، وهو بسبب انتشار جائحه كورونا. كثير منا يمكن احنا نشاف الموضوع في البدايه سلبي، كلنا طبعا في بدايه الصدمه هي الاول وهله انصدمنا، لكن بعدين الانسان بطبيعته اول ما ينصدم ياخذ رياكشن على حساب نفسه في البدايه، لكن بعدين شوي شوي يعتاد عليه ويحاول يدور طرق بديله. من بين الاشياء الايجابيه اللي احنا اكتشفناها هو اكتشاف انفسنا وذواتنا واكتشاف الناس اللي حوالينا. صار فيه، وانا اقول في الاساس صار فيه تواصل اسري، وهذا كان يعني اهم شيء احنا لاحظناه، حتى لاحظناه في انفسنا، لاحظناه على جيراننا، صرنا نعرف جيراننا. انا قبل صراحه ما كنت اعرف جيراني، ما كنت اتواصل معاهم، صار في تواصل مع الجيران، صار في تواصل مع العيال، مع رب الاسره قام يتواصل مع عياله. في ناس قالوا والله انا اول مره، يعني هاي من اهلنا بطلع سوالفهم، ان انا اول مره اعرف ان ولدي يحب الرسم. ما شاء الله، يعني هاي مش ولدي انا، لا عيال الناس. وواحده قالت انا اول مره اعرف ان بنتي تحب ترسم سكتشات تصميم ازياء. يعني قمنا نكتشف مواهب. اكيد صح صح، يعني الواحد في هذه الفتره يعني حتى لما يختلي مع نفسه مثلا يكون محجور، يكتشف اشياء هو ما كان يعرفها في السابق، مثلا موهبه مثل الرسم، تصليح الاشياء الخربانه او المكسوره مثلا. يعني انا عندي ناس وايد من الربع ما كانوا يشتغلون مثلا في البيت، قام يبدل الليتات، قام الاشياء الخربانه يصلحها، يحاول يكتشف لها حل، لانه ما كان يقدر يروح مثلا يشتري شيء جديد او انه يجيب حد فني يقدر يشتغل على هذا الشيء. فالواحد يكتشف مواهبه، يشوف شنو الاشياء اللي ما كان يقدر يسويها فيحاول انه يسويها هذه الفتره، فاشياء ايجابيه كثيره شفناها في هذه. تدري عبد الرحمن، يعني بعد لفت نظري كلامك لشيء لقصه معينه. في فتره كنت اسمع جيراننا يوميا صوت دريل، وشو ذي يعني ما في، كان في حجر يعني ما كان في عمال ولا في شيء. فاكتشفت ان ولدهم جاب اجهزه وعده، وبدل ما اهم فعلا يحتاجون حق يركبون مثلا دولاب او يركبون مثلا اشياء معينه محتاجه لدريل واشياء، واحنا كنا قبل نروح ندور عمال عشان تركب لنا، صح. طلع ولدهم اكتشفوا ان ولدهم يحب الاشياء الميكانيكيه والاشياء الكهربيه، يحب يركب، يحب يسوي كل شيء. تقول احنا كنا قبل ندفع بالالف بالالفين بالثلاثه عشان نجيب عمال يركبون لنا ليتات ويصلحون لنا مثلا دواليب او يركبون لنا براقي او مسامير. ولدنا الحين لا، عنده كل العده، اي شيء نبي تعال ركب لنا، تعال سوي لنا. ونفس الشيء بالنسبه حق بعض الامهات، اكتشفوا ان بناتهم يحبون الطبخ، بنات صغار احنا نشوفهم اليوم 5 و6 سنين فيها شغف دخول المطبخ، وحتى الرجال يعني يمكن على وسائل التواصل الاجتماعي لو نلاحظ احنا كثير من ازواج مشاهير التواصل الاجتماعي صاروا يطبخون، صاروا ينافسونا في الطبخ. وبعدين يعني انا اقول لك ترى الشباب يطبخون ترى، بس ما يبون يطلعون هذه المواهب المدفونه. صحيح. ونفس الشيء انا عندي واحد من الشباب مثلا
اكتشف انه هو يحب الاشياء الميكانيكيه، قام يشتغل على سيارات في البيت، يبطل الماكينه يعني ان شاء الله. تبطيله الماكينه وشغله في الماكينه هاي شيء صراحه مجازفه انا اشوفه، لكن ما شاء الله عليه قام انه يتعلم من الانترنت، من اليوتيوب، يدخل يشوف ويطبق على الواقع، فاكتشف ان عنده هذه الموهبه انه يقدر يعدل مثلا الاشياء الميكانيكيه ويصلح. فاشياء كثيره شفناها صراحه من بدايه الازمه لين الحين، وللحين الناس قاعده تكتشف ذاتها وتكتشف مواهبها. وفي كثير بعد من الدراسات تقول ان في هذه الازمه، في جائحه كورونا، انخفضت نسبه التلوث البيئي، وبالذات في الصين، يعني يمكن كانت انخفضت بنسبه 25% من تلوث البيئه من ثاني اكسيد الكربون الصادر من يعني من كثير من المعدات من بينها السيارات. فالناس لما صاروا يعني يلتزمون بالحجر وان يتمون في البيت اطول فتره ممكنه، ما اكتسبوا بس معرفه عيالهم، ما اكتسبوا المعرفه الاجتماعيه من خلال علاقاتهم الاجتماعيه او تحسينها، بعد البيئه ايضا تحسنت. قعدوا في بيوتكم عشان ما تلوث البيئه. وايضا بعد حتى المشتريات، يعني يمكن اليوم احنا تعلمنا شلون نوازن في مصروفاتنا اليوميه. قبل كنا اكثر مصروفاتنا صراحه، والبنوك كانت تشتكي من هالشيء، السلفيات عشان شنو؟ عشان يسافرون. الحين ما في سلفيات عشان يسافرون. ان مركزين اكثر شيء على ايش؟ التكوين الاسري، العلاقات الاجتماعيه، شلون نكون احنا مترابطين. وهذا اهم نقطه يمكن احنا اليوم توصلنا لها في هذا الزمن، هو التواصل الاجتماعي والاسري. ركزوا عليه يا جماعه، لانه هو في الاساس هو اللي راح يوصلنا الى بر الامان باذن الله. اكيد. وحتى غير التواصل الاسري، صار الواحد يقدر يعتمد على نفسه باشياء كثيره، يعني ما مو بنفس قبل. والله اي شيء كان يبي يروح يكلم حد او يكلم شركه تجي له لين البيت او ايا كان، لا صار يعتمد على نفسه. فالاعتماد على النفس مثل السفر مثلا، الغربه تعلم، مثل ما يقولون الغربه تعلم، فصار يتعلم في بيته. اذا مشاهدينا خلونا ننتقل ونشوف شنو عندنا اليوم في فقره الصحافه من اخبار مع الزميل احمد السعدي. صباح الخير يا احمد. نعم، صباح النور طبعا الزميل عبد الرحمن، وصباح الخير اكيد على الزميله شيخه وعلى جميع ايضا متابعينا ومشاهدينا في تلفزيون قطر. احنا اكيد ان شاء الله معكم سلسله من اخبارنا المحليه اللي اخذناها لكم من مجموعه من جرايدنا اللي طبعا طلعنا من خلالها على مجموعه كبيره اكيد من الفعاليات. في البدايه في الشرق، انطلاق ملتقى التحديات التعليميه للقيادات التربويه اليوم. ينطلق صباح اليوم ان شاء الله ملتقى التحديات التعليميه للقيادات التربويه الذي تنظمه شركة قطاف التعليمية تحت شعار التحديات التعليمية للقيادات التربوية بين البنوة المخطوفة وأبوة النت، الذي يقام عبر تقنية الاتصال المرئي. كما يواصل الملتقى تسجيل الراقبين في الانضمام للورش التدريبية المصاحبة للملتقى، والتي تبدأ يوم الأربعاء، وهي القيادة الاستباقية وإدارة الأزمات وتناول أدوات القائد لتجاوز الأزمة ومواجهة للقيادات الوسطى، وتقدمها للسادة عبير آل عبد الغني. وتدور محاور الورشة حول مفهوم القيادة الاستباقية ومهارات القائد الاستباقي ودورها في المنظمات، ومفهوم الأزمة أو الأزمة وملامحها ومحفزاتها لكي تكون قائدا استباقيا. يعني أكيد يعني مثل هذه الورش راح تساهم في تطوير قطاع التعليم. نشاهد هنا قفزات كبيرة في قطاع التعليم، واهتمام كبير حقيقة في توعية سواء المدرسين والكادر التدريسي والكادر أيضا حتى الإداري بالعديد من الورش التدريبية. وزارة التعليم والتعليم العالي تقوم بالعديد من الورش التدريبية سواء قبل بداية العام الدراسي وأيضا خلال العام الدراسي، من خلال مجموعة من التعاونات سواء مع المراكز الخاصة وأيضا حتى مع المراكز التربوية المختلفة الموجودة داخل الدولة، بالإضافة حقيقة إلى الشراكة مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. في العرب، أسماء الثاني أسعى لبلوغ أقصى نقطة في القطبين. أعربت الشيخة أسماء الثاني عن أملها في أن تصبح أول قطرية تتسلق جبل إيفرست خلال شهري إبريل ومايو من هذا العام، وفي إطار سعيها لتشجيع السيدات والشباب في المنطقة وتغيير الصورة النمطية للمغامرين التقليديين من خلال تحفيز هذه الفئة لتحويل أحلامهم إلى حقيقة واقعة. وستسافر الشيخة أسماء إلى مملكة نيبال في مطلع شهر أبريل المقبل، وتبدأ رحلتها إلى معسكر قاعدة إيفرست بهدف التأقلم مع الظروف المناخية أولاً،
قبل أن تبدأ رحلة التسلق إلى قمة إيفرست في منتصف مايو إذا سمحت الظروف الجوية بذلك. وتعتبر الشيخة أسماء ثالث شخصية قطرية على الإطلاق تخوض مغامرة التسلق، وفي حال تكلت جهودها بالنجاح ستكون إن شاء الله أول سيدة قطرية في التاريخ تقف على ارتفاع 9849 متر فوق مستوى سطح البحر. طبعا يمكن اللي راحوا مغامرة تسلق الجبال سواء على إيفرست أو أيضا في مجموعة يعني أخرى من الجبال يعرفون أن الطقس يلعب دور مهم جدا. نتمنى أكيد إن شاء الله التوفيق لهذه السيدة القطرية الشيخة أسماء الثاني في هذا يعني التحدي. إن شاء الله نتمنى أن يتكلل بالنجاح، أكيد موفقة إن شاء الله. فترة شهر أبريل وشهر مايو يمكن هي الفترة المناسبة لمتسلقي الجبال وتحديدا في إيفرست، كون الأجواء قد تكون مناسبة. نتمنى إن شاء الله لها التوفيق بإذن الله تعالى، وأكيد إن شاء الله سنتابع باقي أخبارها بإذن الله تعالى في باقي سواء صحفنا وأيضا من خلال شاشة تلفزيون قطر. في لوسيل مشيرة بتعتمد نظام تبريد المناطق من خلال محطتي تبريد قامت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كارما ممثلة بالمهندس عبد العزيز الحمادي مدير إدارة خدمات التبريد المناطق ومهندسي إدارة خدمات تبريد المناطق بزيارة محطة التبريد الثانية في المدينة للاطلاع على مدى التزام نظام التشغيل فيها بتطبيق تعليمات كود تبريد المناطق ومؤشرات الأداء الرئيسية، وذلك بهدف مراقبة أداء محطات تبريد المناطق العاملة في مدينة مشير. وتعتبر مشاهدين مدينة مشير بقلب الدوحة من المدن الذكية التي تعتمد أحدث التقنيات الاستدامة والأنظمة الموفرة للطاقة واعتمادها نظام تبريد المناطق في تكييف جميع المباني والمرافق الموجودة في المدينة، وهو من باب أهمية نظام تبريد المناطق حيث أنه يمثل النظام الأنسب للمدن العصرية والمستدامة لما له من أهمية اقتصادية وبيئية للدولة والمجتمع. يعني مشيرة بالحين أصبحت قبلة سياحية وقبلة مهمة جدا أيضا حتى تجارية، أصبحت هناك طبعا فيها العديد من الفنادق المميزة، مندرين أورينتال واحد من أبرز الفنادق الموجودة، يمكن غطوه هنا الزملاء في تلفزيون قطر من خلال برنامج يرصد أيضا السياحة في قطر. أيضا مشير فيها العديد حقيقة من المطاعم الكوفيهات، أيضا العديد حقيقة من المتاحف اللي أيضا تبرز دور قطر، أيضا فيها العديد حقيقة من الأماكن المفتوحة والمساحات المفتوحة اللي بإمكانك أنك تتمشى فيها وبإمكانك أكيد تستمتع بالأجواء الموجودة فيها. نتمنى أكيد إن شاء الله التوفيق. وهذه الشراكة ما بينها وما بين الأخوان في المؤسسة العامة للكهرباء والماء هي شراكة مميزة، يمكن الأخوان في كهرباء يحققون سنويا معدلات عالية في مستوى عدم انقطاع الكهرباء على مستوى الدولة لله الحمد، وهذا يدل حقيقة سواء على الكفاءة وأيضا استخدام أحدث التقنيات لدى الأخوان في كهرباء. في الراية إبرة تفتتح باب الترشح للجوائز الذهبية العالمية. أعلنت الجمعية الدولية للعلاقات العامة إبرة فتح باب الترشح الجوائز الذهبية العالمية السنوية في مجال العلاقات العامة أمام المؤسسات والشركات والهيئات القطرية حتى يوم 12 مايو 2021. وصرح السيد جاسم إبراهيم فخر المنسق الوطني للجمعية الدولية في قطر بأن الدعوة وجهت لكثير من المؤسسات الحكومية والخاصة والشركات الوطنية الرائدة للمشاركة في جوائز إبراء العالمية للعلاقات العامة، خصوصا والكثير منها مؤهل لخوض المنافسة والفوز بجوائز ذهبية تليق بإنجازات قطر. ويتم الإعلان النهائي لاختيارات لجنة التحكيم في كل فئة في شهر يوليو إن شاء الله. أكيد الجمعية جمعية العلاقات الدولية حقيقة من خلال هذه الجائزة تسعى أكيد لإتاحة الفرصة لإدارات العلاقات العامة، ويمكن هذا أيضا فرصة نوجهها لكل إدارات العلاقات العامة هنا في دولة قطر والمتميزة في جميع الوزارات والمؤسسات واللي التعاون معنا هنا في تلفزيون قطر سواء بتوفير الضيوف وأيضا في التسهيل حقيقة التغطيات وأيضا مدنا بالأخبار اللازمة لتغطيتها على مدار السنة ومدار العام. لكن مشاركة إن شاء الله في هذه الجائزة سيكون أكيد يعني إضافة مهمة سواء لهذه الإدارة وهم الإدارات المتميزة. يمكن كل جهة تسعى حقيقة تكون إدارات العلاقات العامة هي الواجهة الرئيسية بالنسبة لها، تسعى من خلالها أكيد لتقديم كافة
الخدمات لكافة الجهات الأخرى. في الوطن انطلاق القسم الثاني بدوري اليد الخميس. طبعا هذا آخر أخبارنا. كشفت لجنة المسابقات باتحاد اليد عن جدول مباريات القسم الثاني من دوري الرجال للموسم الحالي 2020-2021، حيث تنطلق مباريات الجولة العاشرة بعد غد الخميس إن شاء الله مطلع شهر أبريل، وذلك بمبارتين، حيث يلعب الشمال مع الأهلي في الرابعة عصرا على الملعب الرئيسي لصالة دحيل، وعلى الملعب نفسه في السادسة مساء يلعب الغرافة مع الريان. وتستكمل مباريات هذه الجولة يوم السبت 3 أبريل بثلاث مواجهات، حيث يلعب الخور مع العربي في الرابعة عصرا على الملعب الرئيسي لصالة دحيل، ويلعب قطر إن شاء الله مع الوكرة في الخامسة مساء على الملعب الفرعي، فيما يلعب السد مع دحيل في السادسة مساء على الملعب الرئيسي لصالة دحيل. طبعا أكيد كل التوفيق لكل أنديتنا وأيضا المنتخبنا الوطني. منتخبنا الوطني لكرة اليد حقق إنجازات قوية جدا، كان آخرها طبعا في جمهورية مصر العربية، حقق المركز الثامن. هنا كانت طبعا بطولة العالم في 2015 وحقق فيها المركز الثاني. هذه الإنجازات أكيد تضاف للمنتخب وتضاف أيضا للاتحاد القطري لكرة اليد. في النهاية إذا كان الدوري قوي وكان هناك في منافسة قوية سيقوى أكيد في النهاية المنتخب، وفرصة أكيد إن شاء الله لشبابنا وشباب الأندية للفوز إن شاء الله والظفر بباقي البطولات والمسابقات اللي طرحها إن شاء الله ويطرحها الاتحاد القطري لكرة اليد. يمكن كانت هذه جملة من أخبارنا في هذا الصباح. أكيد عودة للزملاء في الاستديو، الزميلة الشيخة والزميل عبد الرحمن، لاستكمال ما تبقى من برنامج في الضحى. تفضلي شيخة. ويمكن هذه طبعا جزء بسيط من الإيجابيات اللي خلفتها يعني جائحة كورونا، هي اكتشاف أيضا زملائنا في استديو الأخبار مثل زميل أحمد السعدي وغيرهم باقي الزملاء، نكتشف أيضا هم مش قد هم مثقفين بس مش قارئين أخبار. فزميل أحمد السعدي من استديو الأخبار يعطيك ألف عافية على هذه الجولة. شكرا لك. يعطيك ألف عافية. وعودة مجددا لكم مشاهدينا، وراح أكيد قبل أن نستكمل باقي فقرات البرنامج لازم نشوف فقرة الأرصاد الجوية مع زميلتنا طيف الجلابي من إدارة الأرصاد الجوية للهيئة العامة للطيران المدني. صبح عليك بالخير أختنا طيف. صبحكم الله بالنور يا هلا، صباح الخير. في البداية قولي لنا بس أخبار طقس اليوم، وبالذات إحنا يعني في بداية الأسبوع من يوم الجمعة يمكن شاهدنا كثير من يعني الهواء أو الرياح القوية وانخفاض درجات الحرارة ليلا، فتكلمين عن حالة الطقس لهذا اليوم وباقي أيام الأسبوع إن شاء الله. بالنسبة للأجواء اليوم، يوجد تحذير على الساحل وداخل البحر برياح قوية وأمواج عالية، والطقس بشكل عام لليوم يعتبر مشابه للأيام اللي فاتت والأيام الجاية، بعد يكون معتدل حرارة نهارا مع غبار خفيف إلى غبار مثار على بعض المناطق أحيانا، وبيكون بارد نسبيا في الليل. الرياح السائدة شمالية غربية تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 عقدة، تصل 25 عقدة على بعض المناطق خلال فترة النهار، وتقل إلى 5-15 عقدة مساء. أما عن حالة البحر، الرياح فيه شمالية غربية تتراوح سرعتها من 15-25 عقدة مع هبات تصل إلى 30 عقدة في البداية، وبذلك ننوه رواد البحر بتجنب كافة الأنشطة البحرية، حيث يتراوح ارتفاع الموج من 4-8 قدم، يرتفع إلى 10 أقدام في البداية. طيب يعطيك ألف عافية طيف الجلابي من إدارة الأرصاد الجوية من الهيئة العامة للطيران المدني، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا طبعا هذا تحذير لرواد البحر اللي عندهم المخططين للأنشطة البحرية أنهم يغيرون مخططاتهم، لأن في تحذير وفي هواء، فحاسبوا على عمركم، لا تروحون البحر، شوفوا لكم جدول ثاني. إذا مشاهدينا خلونا نشوف هذا التقرير عن أهم المعايير النفسية لاختيار القصص للأطفال، نشوف التقرير ونرجع لكم. يعتبر الأسلوب القصصي أحد أهم وسائل غرس القيم والمعرفة عند الأطفال، والتي تساهم في تكوين وتطوير شخصيتهم،
لذلك ينصح باتباع هذا الأسلوب من قبل الأهل مع مراعاة بعض المعايير الهامة في هذا المجال. فالقصص التي يتم اختيارها يجب أن تكون مناسبة لعمر الطفل من حيث الموضوع وسهولة فهمه، وتتماشى مع ثقافة المجتمع وقيمه. ويمكن تلخيص المعايير الواجب توفرها في قصص الأطفال كالآتي: أن يكون للقصة هدف تربوي واضح، وأن تكون سهلة الأسلوب والمعاني ومتماسكة الأجزاء والأحداث، تناسب عمر الأطفال ومراحل نموهم وتطورهم، على أن يكون مضمونها سهلاً وجذاباً. وهنا ينصح باختيار القصص التي تحث على السلوك الإيجابي للأطفال وتنميتهم، وهو ما سينعكس لاحقاً على المجتمع ككل. معكم هذا التقرير مشاهدين اللي يتكلم عن أهمية القصة وتركيزها أيضا على موضوع قصة الطفل بالذات، يعني تعتبر من أكثر الطرق التعليمية ملائمة وأبعدها أثرا في نفسية الأطفال الصغار وقدراتهم الإدراكية عشان تغذي معرفتهم وتعليمهم في المستقبل. للحديث عن هذا الموضوع بشكل مسهب وأكثر تركيزا يسعدنا اليوم أن نستضيف الأستاذة روان الدوس، أخصائية نفسية في مؤسسة حمد الطبية، لتحدثنا عن أهمية القصة خاصة قصة الطفل. يعطيك ألف عافية، صبحت الله بالخير أستاذة. يعافيك ويعطيك العافية يا رب. الله. أول شيء نقول صباح الخير. لو نتكلم يعني شنو نعني بقصص الأطفال من وجهة نظرك، وشو لو نعرف المشاهدين يعني تعريف بسيط عن القصص، قصص الأطفال اللي راح نتكلم عنها اليوم وبنناقشها. أيوة، إذا احنا بدنا نتكلم على قصص الأطفال ونعرفها، بدنا نحاول نحكي إنه هي فن القصص من الفنون الأدبية للأطفال. القصة عبارة عن مجموعة من القصص بتحكي قصة، بتكون قصيرة لهدف محدد، أهداف ومعايير محددة اجتماعية أو نفسية. القصة لديها العديد من الأشكال، أشكال زي القصة الموجهة والمشتركة والقصة العلاجية، بتستخدم في المستشفيات، بالمدارس، بالمنازل كمان، ولكن كل قصة بيكون لها هدف مختلف. ممكن كمان بتساعد القصة، قراءة القصة، لتطوير ونمو الطفل بشكل عام في حياته. نعم، فهنا هيك ممكن عرفنا القصة بشكل بسيط للمشاهدين. يعني هي قصص الأطفال من أصعب الكتابات الأدبية، لو سألتي كل الكتاب هم دائما يقولون أصعب كتابة هي كتابة أدب الطفل، من بينها القصة، سواء كانت قصة أو مسرح أو إلى آخره، لكن لها معايير يعني لا يختلف عليها اثنين. فتكلمين عن المقاييس والمعايير الموجودة لكتابة قصة الطفل. طبعا إذا أنا بدي أحكي من جانب نفسي القصص والمعايير، ممكن كاتب المسرح يكتب قصة أطفال ولكن بيهتم بالمعايير التشويقية والتسويقية للمسرح. لكن أنا إذا بدي أتكلم كسايكولوجي، بدي أتكلم عن المعايير والأسس إذا طفل طبيعي وطفل مش طبيعي. إذا طفل طبيعي بدي أتكلم عن القصة الإرشادية اللي ممكن الأهالي في البيت يقروها للأطفال. بتحتوي هالقصة، بدنا نحاول نركز على المعايير الاجتماعية واللغوية والنفسية بشكل عام، يعني أطور الطفل من كل النواحي. أما إذا بدي أحكي على الطفل، أسس الطفل اللي عنده اضطراب محدد، يعني نفس أطفال التوحد، هنا بدي أركز على معايير محددة هي المعايير المضطربة عن طفل التوحد نفسه. يعني إذا بدي أحكي طفل التوحد، إذا عنده معايير المهارات الاجتماعية، هنا عنده شوية اضطرابات فيها، إحنا كمعالجين أو كأسرة بنحاول
نركز على هذه المعايير الاجتماعية اللي نطور فيها شوي شوي. فهنا إذا إحنا بدنا نتكلم عن المعايير بشكل عام، أطفال طبيعيين بدي أخذ باكيجين كامل أطور المهارات الاجتماعية والنفسية والإدراكية وإلى أيوة. أما إذا طفل مضطرب لديه بعض الاضطرابات، أنا بدي أركز على الاضطراب نفسه لأطوره. وبناء على تختارين القصة المناسبة لهذا الاضطراب. أيوة. أيوة. وهل تختلف مثلا المعايير بعد بالنسبة للفئات العمرية مثلا للأطفال، ولا بس على حسب حالة إذا كان طبيعي أو في اضطراب أو أي كان؟ لا طبعا بالعادة أكيد بتختلف، لأنه الطفل على حسب فئات العمرية بتختلف العمليات العقلية له. العمليات العقلية اللي بقصد فيها الانتباه والإدراك والذاكرة. فإذا بدنا نتكلم على طفل من أول ولادة لين سنتين، هنا أنا بدي أحاول كأم وكأخصائية أركز على اختيار القصص اللي فيها حسية حركية، يعني فيها ألوان، فيها صور كبيرة، فيها إذا كانت إلكترونية القصة فيها بعض الميوزك. فهل هالسن أنا بدي أركز في اختيار هالقصة هالمعايير. أما إذا بدي أتكلم من سن سنتين لسبع سنوات، هنا تبدأ اللغة تنمو عنده. هنا ممكن أجيب له كتب القصص اللي فيها بتعلم مهارات لغوية، ممكن أتطرق للقصص اللي فيها شوية خيال، لأنه هنا سن لعب الخيال نفسه. أما إذا عمر الأطفال من 7 إلى 10، هنا بده يصير أختار له قصص شوي أكثر منطقية. المنطقية هنا يعني ما بينفعش أخذ القصص تاعت السن اللي قبل اللي كان فيها خيال وأحكيها لسن 8 سنوات القصة نفسها، حيحكي لك يا ماما هل القصة أصلا مش موجودة هنا، يعني بشكل منطقي مش موجودة هنا، أنت بتحكي حاجة صحيح. يعني مش موجودة صحيح. فعلى أساسه أختار القصة على أساس عمر طفلي، يعني مش أروح المكتبة أي قصة عجبتني وأخذها لطفل 8 سنوات حيقراها أول مرة حيتصفحها وبعدين حيحطها على جنب. صحيح. يعني إحنا من شوي كنا نتكلم في بداية الحلقة عن الأشياء الإيجابية لجائحة كورونا. فمن بين الأشياء الإيجابية لجائحة كورونا أيضا التفات الأمهات لأبنائهم وإدراكهم لأهمية تواجد الأم مع الطفل بالذات في مراحل العمرية، يعني البداية اللي هو نحن نتكلم عن عمر المدرسة مثلا من عمر 4 سنوات أو 5 سنوات إلى ما فوق. شنو فوائد القراءة بالنسبة حق الطفل وبالذات الأم لما تقرأ قصة لطفلها وتتعنى وتروح وتختار القصة المناسبة لسن الطفل؟ طبعا في العديد من الدراسات وجد كثير فوائد لقراءة القصة، ويعني بمراحل بفئات مختلفة من الأعمار، ولكن أهمها أنه القصة قراءة القصة للأطفال بتعدل من سلوكيات الطفل، سلوكيات الانفعالية أو السلوكيات الغير مرغوب فيها، ولكن بشكل غير مباشر. يعني أنا ما باجي بحكي لابني لا ما تسوي هيك، لا تسوي هيك، سوي هيك، فهنا الطفل مش راح يعني حيعند ومش راح ياخدها يعني كتوجيه أو تعديل سلوك. القصة قراءة القصة بتعطيكي مجال أنه أنا أحل هالمشكلات السلوكية أو الانفعالية بشكل غير مباشر. يعني أنا بحكي له قصة بهدف أنه إيش؟ أنه أواعي أنه ممكن نستخدم هالسلوك بدل هالسلوك، ولكن غير مباشر. كمان بتزيد من مفردات اللغوية عند الأطفال طبعاً بعد سن السنتين، بتنمي الإبداع لدى الأطفال، كمان بتنمي العمليات المعرفية اللي هي الإدراك والانتباه والتذكر وحتى الخيال. يعني الخيال أكيد مهم جداً إحنا يكون عند الطفل في سن مبكرة الخيال، مو بخيال علمي بس ولكن خيال حتى يعني ابتكاري، ممكن يتخيل أشياء ثانية تنفعه في المستقبل اختيار تخصص ما. صح، الخيال حاجة مهمة كثير. أكيد. يعني كونك أخصائية نفسية في مؤسسة حمد الطبية، شلون ممكن تستخدمون القصص هذه في مجال الطب أو المستشفى، أو كيف يتم استخدام القصص للأطفال غير الأصحاء؟ غير الأصحاء. طبعا احنا بدنا نوضح حاجة عشان الجمهور ما يتم يعني خلط ما بين هالأمور، إنه احنا كمعالجين نفسيين في مجال إكلينيكي مستشفيات، احنا بنستخدم القصة ولكن هدفها علاجي. الأهالي
بيستخدموها هدفها إرشادي وتوعوي. تيجي الأم تقول أنا مش محتاجة أجيب ابني عندكم، أنا بسوي له القصة وبعالجه في البيت. فبحكي لها لا، هنا لازم القصة العلاجية لازم تطبق من قبل أخصائي مدرب عليها، لأنها لها تكتيكات محددة حسب الجلسات. أما الأم مش قادرة على أنه تسوي هالقصص وبشكل يعني مش شكل غير لها تكنيك معين. أيوة لها نعم. تكنيك معين الأم غير قادرة أنها تسوي قصة علاجية في المنزل. أعطيني مثال أستاذة يعني رواية عشان نفهم حتى مشاهدينا واليوم الأمهات، أعطيني مثال. طبعا إذا إحنا بيجي الطفل عندنا لنفترض أول جلسات أنا بدي أعرف إيش اضطرابه، إذا توحد أنا إيش بدي أركز على المهارات الاجتماعية، إذا اضطراب نقص انتباه وحركة كمان بدي أركز على أنه يضل قاعد وتشويق في القصة يضلوا قاعد وينتبه. أما إذا بدي أتكلم حد متعرض لصدمات ومش حابب يحكي، فممكن ندخله شوي لعالم الخيال، نطلع منه بعض الصدمات اللي تعرض لها كطفل. فبداية الجلسات بتكون تقييمية وأعرف إيش تشخيص الطفل نفسه. ثاني جلسة بحاول أشوف الطفل نفسه إيش ميوله بالشخصيات، يعني إذا هو بيلعب سبايدر مان باربي، إذا البنت أو إيش الشخصيات اللي بيحبها في القصة أو بيشاهدها، عشان أبني أنا في الجلسات الثانية بطل القصة. جميل. فبطل القصة هنا في الجلسات الثانية راح نكون بطل القصة. بطل القصة راح يستمر معنا لجلسات راح نحددها يعني حسب كل طفل. يعني لنفترض إذا بدنا نقول سبايدر مان بطل القصة، حيكون في كل جلسة معنا سبايدر مان، ولكن بناقش مشكلات الطفل بشكل مختلف. اليوم مشكلات انه كيف يعبر عن غضبه، او كيف ماما تعرف انه انا زعلانه. اوكي، فكل جلسه احنا راح نناقش مشكله ولكن حسب البطل اللي اختاره الطفل نفسه. نعم. هنا كمان بدنا نركز في بدايه الجلسات، انا كمعالجه انا بدي احاول انا اكون اقرا له القصص، يعني انا استوحي القصه نفسها واساله وجهه نظره. بجلسات اللي شوي يعني مش الأولى اللي بالوسط، هنا بنحاول نشارك نخلي الطفل نفسه يشارك في القصة نفسها. جميل. أيوة، فإلها تكنيكات محددة. هنا كمان بدك تحسبي أنت كأخصائي أنه أنت ما تستهزئي في مشاعر الطفل وأفكاره. صحيح. طبعا إذا كانت الأم لنفترض بتسوي هالنوعية العلاج في البيت مش راح تعرف التكتيكات البسيطة لازم ننتبه عليها. ممكن تقول له يعني لأنها كأم ممكن الطفل يسرح بخياله يروح لنفترض يحكي قصة فيها خطورة أو إشي، فكأم كعاطفة تحكي له لا يا ماما ما تسوي هيك، هيك غلط، تلاقيه فصلت على طول. فهنا القصة العلاجية بتختلف كتير عن قراءة القصص اللي إحنا بنحكيها للأهالي اقرؤوها لأطفالكم في البيت. فلازم تتم في مجال علاجي كلينيكي لناس متدربة عليها. أما قراءة القصة العامة هنا للناس العامة بشكل تربوي توعوي. نعم. يعني أستاذ رمان، لو نتكلم عن الفترة الزمنية مثلا لعلاج الأطفال من خلال القصص، وش كثر مدى فوائد هذه القصص للأطفال؟ شو الفترة الزمنية بتختلف من طفل لطفل. ليش؟ لأنه الطفل نفسه هو بيعتمد كيف تربى في البيئة نفسه، الأهالي متعاونين معايا ولا مش متعاونين معايا، الطفل نفسه كيف بيتعاون. فالفترة الزمنية أنا ما أقدر أحدد لك إياها، ولكن يعني في أطفال إحنا الجلسات تاعتنا أكيد بتكون محددة، بس بعد ما تنتهي إذا لقينا ما في تحسن بنحاول نرجع مرة تانية ندخل علاج تاني آخر، مش قصص، اللعب بالرمل أو الرسومات أو أي علاجات تانية، لأنه مش كل الأطفال بتحب قراءة القصص يعني. صحيح. فبنشوف إيش نوعية العلاج المفضلة اللي راح تتماشى معه. نعم. طيب في سؤال هني ورد يعني في ذهني. الأم، أنا كأم، أنا الحين ابني عمره مثلا سنتين وقاعدة أقرأ له قصص مقروءة، أقرأها بصوتي أو حتى قاعدة أحط له قصص مسموعة، في قصص مسموعة، شلون أعرف أن ولدي يعاني من مشكلة من خلال قراءة القصص؟ من خلال قراءة القصص. إيه؟ شوفي كأم قلت لك، أنت إذا أنت مش يعني خاضعة على تدريب
الأم تحب اليوم تسمعنا الأم على التلفزيون تقول أوه اليوم حبدأ أقرأ قصص وأكتشف ابني عنده مشكلة ولا ما عنده مشكلة. فتلاقي الولد مرات بيسرح بخياله إذا كان في عمر تقريبا العمر اللي فيه الخيال لعب الخيال وغيره بيسرح في خياله بيقول أشياء مش واقعية والأم تصدق أوه عنده إيش بيسموه عنده غضب أو مكتئب أو غيره. أنت كأم مش قادرة مش لأنه أنت يعني مش ما عندها خلفية هي ما عندها لأنك أنت مش مدربة يعني صح. أنا كأخصائية كيف أنا بعرف الطفل هذا حابب يحكي في هالموضوع أو مش حابب يحكي في هالموضوع بيجيني تاني جلسة أثناء كلام بيجيني تاني جلسة ممكن يمس نعيد القصة تاعت امبارح فبحس أنا يعني هذا بيعطيني إشارة إنه الطفل هو حابب يعني يحكي في مشكلة إحنا تطرقنا لها امبارح وهو ما حكى فيها حابب يضل مستمر فيها يطلع مشاعره في هالقصة للحين ما كملت حابب يفهم أكثر يعني امبارح يمكن بس سمعها لسه ما فهمها أكثر كتطبيق حابب ينبهني ترى يا مس إنه أنا في عندي مشكلة هناك بس أنا ما بقدر أحكي لك إياها لأنه الطفل هنا ما بيقدر يتكلم زينا إحنا بشكل مباشر بيحب يتكلم يعني على شكل ألعاب وقصص بشكل غير مباشر وأنت بدك تحاولي تاخدي منه هلا النقاط صعب التعامل مع الأطفال هو شوي مش صعب بس بده طولة روح شوي يعطيك العافية أستاذة روان الدوس أخصائية نفسية في مؤسسة حمد الطبية ونشكرك على هذه المعلومات الكثيرة اللي أعطيتنا إياها تسلم الله يخليكم يعطيك ألف عافية أستاذة طبعا شفنا مشاهدينا أهمية القصة عند الطفل والمعايير والأسس اللي لازم إحنا نراعيها في اختيار القصة سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو حتى مرئية من خلال الصور المستخدمة في هذه القصص فاصل قصير ونرجع نتواصل معكم استكمال باقي فقرات برنامجنا يا مرحبا بكم مشاهدينا ورجعنا لكم بعد هذا الفاصل عشان نكمل باقي فقراتنا من برنامجكم فيض ضحى تكلمنا قبل الفاصل عن أهمية القصص للأطفال للصحة النفسية والحين بنتكلم عن مسابقة التحدث باللغة العربية والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو اللي نظمتها وزارة التربية والتعليم المصرية تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وقد مثل دولة قطر في هذه المسابقة كل من الطالبة نورة حسين السفران من الصف التاسع بمدرسة أم معبد الإعدادية للبنات والطالب حمد سالم الراشدي من الصف الثاني عشر العلمي بمدرسة الشمال الثانوية للبنين تحت إشراف قسم اللغة العربية بإدارة التوجيه التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي ومعنا هنا في الاستديو الطالبة نورة حسين السفران وعبر الاتصال الطالب حمد سالم الراشدي في البداية خلونا نبتدي مع نورة حسين نقول لك صباح الخير نورة لو تكلمينا عن طبيعة المسابقة والمجالات اللي شاركتي فيها واللي قيمت في جمهورية مصر العربية المسابقة كانت على مستوى الدول العربية نظمت هذه المسابقة جمهورية مصر العربية من مجالاتها التحدث والخطابة وإلقاء الشعر وتمكين دراسة النحو. نعم. نورة طبعاً أنت كنتي من بين المشاركات في المسابقة لكن راح ناخذ أيضاً زميلك اللي شارك في المسابقة طالب حمد سالم الراشدي صباحك الله بالخير حمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا مرحبا فيك. شلون كانت مشاركتك في هذه المسابقة؟ شلون تم اختيارك؟ والله الحمد لله تم ارسال رساله الى المدرسه بطلبي في المشاركه بالمسابقه لتمثيل دوله قطر في المرحله الثانويه نعم وشنو شاركت حمد في هذه المسابقه هي المسابقه مسابقه التحدث والخطابه والقاء الشعر وتعميق دراسه النحو نعم فهذه المسابقات كما هي في العنوان تنقسم إلى ثلاث أقسام نعم. إلى تحدث وخطابة
وإلقاء شعر. فالتحدث يكون في كلمة يعدها الطالب أو تعدله ويلقيها، يظهر فيها السلامة اللغوية وحسن المهارات اللغوية، وثم بعد الانتهاء منها يتم سؤاله عن أسئلة في النحو الكلمات التي قالها يعني في هذه الكلمة. والقسم الثاني القسم الخطابة عبارة عن ثلاث مواضيع تقدم إلى الطالب، يختار واحد منها ثم يتحدث ارتجاليا على أي موضوع يختاره، وثم بعد انتهاء من الحديث الارتجالي تتم مساءلة أيضا في النحو في هذه هذا الشيء. ثم القسم الثالث والأخير قسم الإلقاء الشعري، تكون قصيدة إما من إعداد الطالب نفسه أو من شعر غيره، يلقيها مراعيا حسن الإلقاء والأداء ونبرة الصوت وما إلى ذلك من مهارات الإلقاء. نعم. الطالب حمد رح نرجع لك بعد شوي، بس طالبة نورة أنت شاركتي في هذه المسابقة بإيش شاركتي فيها؟ بالإلقاء الشعري ولا بالخطابة؟ ثلاث مواضيع شاركنا في المسابقة بثلاث مواضيع، بالشعر والخطابة والتحدث. وين لقيتي نفسك أكثر، في التحدث ولا في الشعر؟ لا في الشعر. في الشعر؟ شعرة يعني تكتبين؟ إن شاء الله. إن شاء الله. يعطيك العافية. طيب لو نتكلم عن المجهود اللي قدمته وزارة التعليم والتعليم العالي الإلكترونية لكم، يعني الدعم اللي قدمته لكم، كلمينا. ما قصروا معنا الصراحة. أشكر وزارة أشكر قسم اللغة العربية من وزارة التعليم، أشكر أيضا معلماتي من قسم اللغة العربية، خصوصا أن كنا في فترة كان وقت امتحانات وكان الأسبوع أسبوع الإجازة وكان نفسه أسبوع المسابقة. المسابقة كان فيها شروط يعني معينة ولا كانت مفتوحة بدون شروط؟ لا كان فيها شروط، أنه لازم يكون التكلم باللغة العربية الفصحى وتمكين دراسة النحو والصرف. نعم. يعني مثلا أنت حق هالمسابقة هل جهزتي لها من قبل تتدربين تستعدين لها، وش كثر تميتي تتدربين لها؟ ما كنا مستعدين من قبل، تدربنا بس أسبوع واحد، كان يوم الأحد ولين يوم الأربعاء، ويوم الخميس كان يوم المسابقة. أكيد أنت شكلك شاطرة في اللغة العربية صح؟ إن شاء الله. شو درجاتك في اللغة العربية زي؟ كاملة ولا لا؟ يعني يعني؟ لا ما يصير يعني تشاركين في المسابقة يعني نعتبرها دولية على مستوى الدول العربية، كلميني عن باقي المنافسين لك، يعني أكيد أنت كطالبة أكيد محتاجة مو بتجهزين بس قبل المشاركة بأسبوع، أكيد كان في منافسة ومنافسة قوية، كلميني شلون قدرتي أنت يعني تتجوزين المنافسين اللي معك؟ أول شيء أنه لازم تكوني واثقة في نفسك، طبعاً هذا أول شيء. شاركت أنا في قصيدة تشيرة للشاعر هشام الجخ، كانت قصيدة المسابقة أنا شاركت فيها الإذاعة المستقبل في الصف الثامن وخذينا المركز الثاني. جميل ما شاء الله عليك. حلو. لو تكلمينا عن الأهداف الرئيسية يعني حق هالمسابقة هذه، شنو الهدف الرئيسي منها تشوفينه؟ طبعاً الهدف من هذه المسابقة هو تقوية اللغة العربية عند أكثرية الطلاب. نعم. واستفدت من المسابقة هذه أن اللغة العربية تكون هي لغتي، وما في أي مانع أن أنا أخذ لغة يعني أتعلم لغات أجنبية، لكن تتم لغتي هي عروبتي وشرفي. نعم. طيب ناخذ زميلك حمد راشدي. حمد يعني اليوم احنا لما نسوي كنا قبل المسابقات هذه نسويها يعني يا اما تروح البلد اللي تصير فيه المسابقه او المؤسسه اللي تسويها طبعا لهذه المسابقه. اليوم حمد انت قاعد تتواصل مع المتسابقين ومع المقترحين المسابقه اونلاين، فكلمنا عن هذه التجربه بالنسبه لك انت كطالب قاعد تتواصل معهم عن بعد. والله صراحه اختي شيخه لا شك الوضع يختلف يعني في هذه الجائحه، فكانت المسابقه اونلاين برنامج مخصص، رحنا الوزارة كان فيه مع إجراءات الاحترازية، كانت المسابقة بحيث أقف يعني أمام الكاميرا وتكون عن بعد يعني إلقائي، لكن كل شيء يكون واضح.
كانت يعني لا بأس بها، تجربة جيدة الحمد لله. طبعا مختلفة عن اللقاء المباشر، يكون فيه يعني أخذ ورد أكثر وانطباع أكثر، لكن كانت تجربة جيدة والحمد لله. حمد، يعني لو تكلمنا عن استعداداتك حق هذه المسابقة، شلون كان الاستعداد؟ الحمد لله اللغة العربية صراحة من البداية يا عبد الرحمن هوى يعني ومحبة من البداية، من فترة الابتدائية والإعدادية وإلى هذه الفترة. فشاركت بعد الحمد لله مثل دولة قطر في عام 2019 في مناهزات اللغة العربية في دولة عمان، سلطنة عمان، وبفضل الله حصلت على ميدالية ذهبية مع أخي، ميدالية ذهبية وأخت ميدالية فضية. والحمد لله يعني في أكتب شعر شوية الفضيح. نعم. يعطيك العافية. وشاركت الحمد لله بها في بقصيدة في هذه المسابقة. نعم. نعم. أمة المجد. نعم. حمد. نعم، أنا بسأل نورة. نورة، يعني كلمة أخيرة توجهينها لكل طالباتنا وطلابنا اليوم باللغة العربية الفصحى لجمال هذه اللغة. نصيحة مني للشباب، اتقنوا لغتكم العربية، لا مانع من تعلمكم لغات أجنبية أخرى، ولكن لا تقوموا بإهمال لغتكم العربية لكي لا تصبحوا ضحوكة للعالم، لأن اللغة العربية هي لغة القرآن ولغة أهل الجنة إن شاء الله. اللهم اجعلنا من المبشرين بالجنة. اللهم آمين. والله يوفقك يا رب آمين. إن شاء الله، وتخطين خطوات واثقة إن شاء الله، وتقلدين المناصب العلى إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله. يعطيك العافية نور حسين. نور حسين وأيضا الطالب حمد سالم الراشدي، أنتم فخورين طبعا بتواجدكم معنا اليوم، وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق في المستقبل. يعطيك العافية حبيبتي. طبعا شفنا طلابنا، وهذه أيضا من بين الأشياء الإيجابية في هذه الجائحة هو اكتشاف العديد من المواهب لدى طلابنا، وإن كانت مخفية مسبقا ولكن تدرك للوقت اكتشفناها ولله الحمد. وأيضا من بين الأشياء اللي احنا اكتشفناها أيضا أن في أصدقاء للبيئة من خلال طلابنا وعيالنا في مدارسنا، وبالذات في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. نشوف هذا التقرير اللي عده لنا زميلنا عمر الشمري مع مؤسسة قطر والتحدث عن المدارس الصديقة للبيئة. بسم الله الرحمن الرحيم، أجمل تحية لمشاهدين شاشة تلفزيون قطر. مشاهدين نحييكم أينما كنتم تشاهدوننا، مشاهدين متواجدين في مدرسة أكاديمية قطر الدوحة في قطر فونديشن. طبعا هذه المدرسة التابعة لمؤسسة قطر للعلوم والتكنولوجيا والعلوم وتنمية المجتمع. اليوم حصلوا على الوسام الأخضر من مجلس قطر للمباني الخضراء بعد سنين حقيقة من العمل على الاستدامة. طبعا هذا الموضوع المهم، موضوع الاستدامة موضوع البيئي اللي حققته هذه المدرسة، راح نتكلم اليوم نتعرف على تفاصيله مع الأستاذة جميلة الشمري. نرحب فيها ونقولها مرحبا وسهلا فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج هو أكبر برنامج عالمي للمدارس الصديقة للبيئة، يشمل المجتمع المدرسي من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين. بدأت فكرة هذا البرنامج عام 1994، حصلت أكاديمية قطر الدوحة على هذا الوسام، وهي أول مدرسة في المؤسسة تحصل على هذا الوسام. هذا الوسام يشجع على الوعي الثقافي للتنمية البيئية، ويدفع الطلاب إلى المزيد من المشاركات الفعالة للتفكير في حلول للبيئة مستدامة. يعني احنا اليوم نتكلم عن 13 مدرسة تقريبا.
طبعا هذه المنافسة حصلت بين 13 مدرسة، ومدرسة أكاديمية قطر هي المدرسة التي حصلت على هذا الوسام بعد عديد من الخطوات والإجراءات. من هذه الإجراءات وأهمها تشكيل لجنة وضع خطة للعمل بها، إشراك الطلاب في هذه الخطة، أيضا دمج فكرة الاستدامة في المنهج الدراسي، بعد ذلك تقييم العمل وتقييم التقييم المستمر لهذا العمل. أستاذة جميلة الشمري، احنا حقيقة نشكرك ونتمنى لك التوفيق أنت وطاقم العمل الموجود في أكاديمية قطر الدوحة. شكرا لك. يعطيك العافية. شكرا. ايضا ودي اتعرف على بنات. تفضلي يبا، تفضلي تعالي، انا عجبتني هالخلفيه هذه، تعالي انت بعد يبا، تعال خلينا نتعرف عليكم مع بعض. ايش اسمك انت؟ اسمي عاشه الاصمخ. ايوه. وانت الشيخه ايش اسمك؟ عليا المعاضيد. اهلا وسهلا عليا. وشيخه عاشة. عفوا، عاشة وعليا. عاشة، شنو يعني كنتوا تسوون في الصف عندكم في المدرسة يعني أثناء الدراسة اللي كان له علاقة في البيئة؟ اشتغلتي شيء يعني من هذا القبيل؟ هل سويتي شيء؟ إيه، في الصف كل يوم كنا نزرع ولا نستخدم بلاستيك. أيوة. والأوراق. يعني البلاستيك الحين حتى في البيت ما تستخدمونه، تحاولون ما تستخدمونه ولا بس في المدرسة؟ لأن البلاستيك هذا جدا مضر للبيئة، يعني حتى لما نروح للجمعية نحاول نحط كل الأغراض اللي عندنا في كيس واحد عشان نتجنب أن نجمع الأكياس في البيت، لأن هذا الكيس بعدين بالنتيجة ينرمي، يكون ما له داعي، يكون جدا مكلف على البيئة. في المدرسة لما تشتغلون على هالشيء تشوفون العيال اللي حولكم يفهمون هاي النقطة؟ يفهمونها؟ يفهمون، عشان أول ما يدخل المدرسة يتعلمون عن البيئة. الله يحفظك إن شاء الله. أنا أحييك على هالكلام الحلو، على هالشجاعة، وأتمنى لك التوفيق والزميلاتك كل الموجودات معاك. شكرا على كلمتك هذه. وأيضا ناخذ أيضا مرة ثانية ذكرين باسمك. أنا نساي. عليا. عليا، تكلميني عن انت شنو كان دورك، شنو اشتغلتي في المدرسة يعني بمواضيع البيئة، شنو اشتغلتي فيها؟ إذا رسمنا في جهة مالت الأوريجا. أيوة. نحاول نخلصها وما ما ما يكون في أبيض عشان ما نخسر الأوراق، ولما نأخذ أوريجا نقلبها ونرسم على أوريجا أرادي فيها رسمة، نرسم في لما نقلب الأوريجا. يعني تستخدمين الأوريجا وجه وقفة، تستخدمينها من الصوبين عشان يعني تكون أقل تكلفة، إنما أستخدم أوريجا وبعدين كلها قطة، هاي في كل تكلفة وفي تبذير ايضا، هاي تبذير حتى ديننا يعني يحثنا على ان احنا ما نبذر. انا اشكرك عليا واشكرك عاشه، اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. عندكم كلمه تبون تقولونها؟ شكرا. شكرا لك انت بعد. شكرا. الله يحفظك ان شاء الله. شكرا لكم وشكرا لاكاديميه قطر الدوحه، واشكر ايضا الاستاذه جميله الشمري على الكلمه اللي تفضلت فيها. وانا حقيقه جدا مسرور اني تواجدت في اروقه هذه المدرسه المميزه حقيقه، واللي لامست فيها كثير من الاعمال يعني الطلابيه من مختلف الاعمار. اليوم كانوا معنا يعني جزء بسيط من الطلبه اللي متواجدين في هذا المدرسه، كلهم حيويه وكلهم ما شاء الله أسامي نفخر فيها إن شاء الله في المستقبل، ننتظرهم إن شاء الله يحققون هذه الإنجازات. نشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، كنا معاكم من أكاديمية قطر الدوحة التابعة لمؤسسة قطر. بعد هذا نرجع إلى الزملاء. اليوم تكلمنا عن كثير من الإيجابيات، وأكيد إيجابيات أن نشوف المدارس مهتمين في البيئة، نشوف أشياء كثيرة صديقة للبيئة، فهذا شيء إيجابي. طبعا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية ختام حلقتنا لهذا اليوم. شيخة إن شاء الله نشوفك بكرة في حلقة جديدة، إذا معاي بكرة ولا لا؟ لا مش معاك، بس نقول حق مشاهدين إن شاء الله أتمنى تكون استمتعتوا بفقرات البرنامج. فمن الله. مع السلامة.